صباح الفل يا كريم، صباح الفل يا نهاوند، وبصبح على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا ببارك لكم، ببارك لنفسي وبارك لكل جمهور الاهلاويه في كل مكان على تاهل النادي الاهلي لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا. طبعا يا كريم زي ما انت قلت من داخل مقر جريده اليوم السابع هيكون معانا كل هذه العناوين، ولكن خلينا يعني نبدا بالاخبار المفرحه. خلي الخبر المؤسف والمتعلق بوفاه 21 متسابق في الصين ده يعني هيكون معانا في نهايه جولتنا الصحفيه، ولكن بطبيعه الحال بعد تأهل النادي الأهلي كان لازم نشوف صحف جنوب أفريقيا إزاي تناولت فوز النادي الأهلي، وكمان لأن هم حالة من التشاؤم الشديد سيطرت على كل عناوين هذه الصحف، خاصة أن النادي الأهلي قرر التأهل على حساب سان داونز بنفس نتيجة النسخة الماضية. البداية من موقع سوكر لادوما أكد أن النادي الأهلي مع موسيماني نجح في إقصاء سان داونز، وكتب نتيجة المباراة بعنوان أهلي بيتسو ينهي رحلة سان داونز من دوري الأبطال. كمان من صحيفة تايمز لايف نشرت النتيجة بعنوان الأهلي وبيتسو جيدان للغاية ولكن الخسارة مخيبة للأمال. وفي النهاية موقع سوبر سبورت كان عنوانه لا عودة لسان داونز مع تقدم الأهلي. من جريدة الشرق الأوسط، الصراع الثلاثي بين تشيلسي وليفربول وليستر على آخر بطاقتين لدوري الأبطال يحسم اليوم. طبعا تشهد المرحلة الـ38 والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم صراع ثلاثيا بين تشيلسي وليفربول وليستر سيتي على البطاقتين الأخيرتين لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وبعدما ضمن مانشستر سيتي اللقب الثالث في الأعوام الأربع الأخيرة وجار مانشستر يونايتد الوصافة، انحصرت المنافسة على بطاقتي المركزين الثالث والرابع بين الثلاثي تشيلسي وليفربول وليستر سيتي. كمان يحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 67 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول الرابع بفارق 4 أهداف أمام ليستر سيتي الخامس. عايزين نقول كمان أن بيحل تشيلسي ضيفا على أستون فيلا 11، فيما يلعب ليفربول المرة الأولى أمام 10,000 من جماهيره عندما يستضيف كريستال بالاس 13، ويلتقي ليستر سيتي بطل مسابقة الكأس مع ضيفه توتنهام السابع. ومن موقع اليوم السابع، صراع شرس في ختام الدوري الإيطالي اليوم لحسم تذكرتي أبطال أوروبا. تشهد الجولة أيضا 38 والأخيرة من عمر الدوري الإيطالي اليوم الأحد مواجهات حاسمة في ترتيب المربع الذهبي، حيث يلتقي إنتر ميلان الذي حسم اللقب مبكرا مع نظيره أودينيزي على ملعب سان سيرو. وتقام جميع مباريات الدوري الإيطالي في اليوم النهاردة في تمام الساعة 9 إلا ربع مساء، ويواجه فريق يوفنتوس نظيره بولونيا ويستضيف فريق أتلانتا نظيره اي سي ميلان. كمان بيتقدم الصراع في المربع الذهبي بين ميلان مع يوفنتوس ونابولي من اجل حجز مقعدين اضافيين لدوري ابطال اوروبا رفقة انتر ميلان وأتلانتا اصحاب المركزين الاول والثاني. خلينا نقول نقاط الاندية سريعا، ميلان في المركز الثالث برصيد 76 نقطة، أتلانتا في المركز الثاني برصيد 78 نقطة، كمان نابولي في المركز الرابع برصيد 76 نقطة، وأخيرا يوفنتوس في المركز الخامس برصيد 75 نقطة. وأخيرا للأسف يعني خبر مؤسف من روسيا اليوم، موجة برد قارس تتسبب في وفاة 21 متسابق خلال ماراثون. ذكرت وسائل إعلام رسمية بالصين اليوم الأحد أن 21 متسابق يعني لقحت فيهم جراء موجة برد قارس اجتاحت سباق للركض في إقليم كانسو بشمال غرب البلاد أمس السبت. انطلق السباق الذي امتد لمسافة 100 كيلومتر صباح السبت من موقع سياحي على النهر الأصفر ثاني أطول الأنهار بالبلاد، وضم المسار أودية عميقة في مناطق وعرة. كمان يعني قالوا مسؤولين في الصين أن موجة من البرد والأمطار الثلجية والرياح العاصفة ضربت قطاع جبلي من مسار السباق وانخفضت خلالها درجات الحرارة على نحو حاد، وشارك في الماراثون 172 متسابق، وتأكدت يعني سلامة 151 متسابق منهم 8 تعرضوا لإصابات طفيفة.
أخيرا خلينا نفكر مشاهدينا بجدول مباريات اليوم وتحديدا على مستوى مباريات الدوري الإنجليزي. كل هذه المباريات ستقام في الساعة 5 مساء: أرسنال وبرايتون، ليفربول وكريستال بالاس، فولهام ونيوكاسل، ليستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، مانشستر سيتي وإيفرتون، ليدز يونايتد وويست بروميتش، كمان أستون فيلا وتشيلسي، ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد، شيفيلد يونايتد وبيرنلي، وأخيرا ويست هام يونايتد وساوثهامبتون. دي كانت جولتنا الصحفية من داخل مقر جريدة اليوم السابع. بشكركم جدا، عودة للاستوديو مرة أخرى.